أهلا بكم في قناة كلية شيكان التعليمية، نتمنى لكم وقتا مفيدا. لا تنسوا سبسكرايب شير اللايك. Hello, welcome to Shekhan College channel. Firstly, don't forget like, share and subscribe. تكلمت كثير عن الكرانيال نيرف نيوكليي ان البرين ستيم. تحديدا لما تكلمت عن البرين ستيم ركزت شديد على الكرانيال نيرف نيوكليي. عشان الخطوه اللي بعديها طوالي و ار جوينج تو ديسكاس الكرانيال نيرف. We have 12 cranial nerves. قلنا الكلام ده. 12 cranial nerves. 12 cranial nerves. من 1 لحد 12 احنا عارفينهم. So, we are going to discuss them in brief. The most important points. When you are discussing a muscle, you have to mention 4 points. See that? Origin, insertion, action, nerve supply. When you are discussing cranial nerve, when you discuss cranial nerve, you have to mention the following. لازم تتأكد من أنه أنت عارف الحاجات التالية. واحد نيوكلياي. واحد نيوكلياي. ما دام انت عارف النيوكلياي معناها المفروض تكون عارف معاه الفانكشنال كومبوننت. فانكشنال كومبوننت اللي هي دي اللي انا قلت اقبل. عرفت اخره بركه ما عرفتها ما ضروري. جنرال فيزرال افرين، سبيشال سوماتيك افرين، سبيشال فيزرال افرين، سبيشال فيزرال افرين، السبعه ديالك سبعه كده سبعه. سو نيوكلياي اذا عرفت النيوكلياي المفروض تعرف انه النيوكلياس قاعده في ان ويتش كولوم. يات واحد في ديل اللي هم ديل اللي بسميهم الفانكشنال كومبوننت which type of fiber. اثنين او نمره ثلاثه exit from brain stem بيطلع من البرين ستيم من يد حته مخرج من البرين ستيم بيطلع من يد حته. اربعه exit from the skull بيطلع من السكال كيف. الكلام ده كله جوه الكرينال كافيتي مش كده؟ صح؟ احنا عايزين النيرف ده عايزين الفيجاس نيرف يطلع بره 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 الاسكال بيطلع من الاسكال ده وين؟ خمسه اكسترا كرانيال كورس مساره بعد ما يطلع بره الاسكال مساره كيف؟ اذا كان عنده مسار بره الاسكال. سته تارجت اورجانس يغذي شنو؟ تارجت اورجانس وظيفته شنو النيرف ده؟ النيرف طلع من جوه شايل الفايبر الفلانيه وطلع من البرين ستيم كيف وطلع من الاسكال كيف وبره الاسكال مشى كيف لحد ما يصل شنو؟ لحد ما يصل يا تو اورجان واللي من يصل اورجان بيديه شنو؟ بيديه سنسوري او اكشولي بيشيل منه سنسوري لانه السنسوري افرن مش كده؟ بيشيل منه سنسوري بيديه موتور سوماتيك ولا بارا سيمباثيتيك. وضحت الفكره. المفروض تعرفين الحاجات دي في الكرانيال نيرف. المفروض تعرفين الحاجات دي في الكرانيال نيرف. طيب اول كرانيال نيرف منو؟ نمره واحد الفاكتور نيرف. الفاكتور نيرف. And the factor nerve is the nerve that is responsible for olfaction, for a sense of smell. كده؟ For olfaction. بما انه هو sensory nerve is purely sensory، صح؟ هو بما انه هو sensory nerve إذن هو coming back to the brain، ماشي البرين، ما طالع، هو راجع للبرين. إذن it begins from the nose. Olfactory nerve begins from the nose, from the mucous membrane of the nose, just below the roof of nose. عارفين الروف اوف نوز عندها ميدل هوريزونتال بارت، عندها انتيريور ستومك بارت، عندها بوستيريور ستومك بارت. كده؟
الميدل هوريزونتال ميدل هوريزونتال بارت اوف روف اوف نوز بيكون بون اسمه بيكون بون العظم الفقري اسمه شنو؟ اسمه كريبريفورم بليت اوف اتيمويد كريبريفورم بليت اوف اتيمويد بون اسمه كريبريفورم لانه مثقب لانه فتحات هو ده اسمه كريبريفورم مينز غربالي اسمه العظم الغربالي مقدقد مقدقد زي الغربال لانه فيه فتحات كثيره These openings or these foramens, these perforations allow the passage تسمح بمرور allow the passage of olfactory nerve from the nasal cavity to cranial cavity عشان يخش cranial cavity. إذا nerve enter the cranial cavity through the perforations of cribriform plate. تمام؟ هو ده nerve. لما نقول olfactory nerve أنا بتكلم عن group of neurons that passing from mucous membrane through cribriform plate to enter the cranial cavity. ده cranial nerve. انتهى. This is the nerve. بس. ده olfactory nerve. ده olfactory nerve. الباقي الحاجات اللي فوق ديالك ده كمان nerve. النيرف انتهى لحد هنا. النيرف olfactory nerve the very small nerve that begins from mucous membrane through cribriform plate انتر ذا كرينيال كافيتي بينتهي بيبدا من الميوكوس امبرين وبينتهي جوا الكرينيال كافيتي اول ما عبر الكريبروفون بليت بس ده النيرف بتاع الحد تمام الباقي بسميه اولفاكتوري باث واي مسار الشم الباقي بسميه اولفاكتوري باث واي الاولفاكتوري نيرف يا هدى ده النيرف بس ده الفاكتوري نيرف. So the fibers, the axon passing through cribriform plate and reaching a bulb called olfactory الكتلة دي called olfactory bulb and this nerve synapse with the olfactory bulb. So this is first order neuron and this is second order neuron. دائما لما نتكلم عن sensory دائما لما نتكلم عن احساس الخلايا بنسميها الخلية الأولى الخلية الثانية، الخلية الثالثة، لحد ما نصل الكورتكس. إذا الخلية الأولى عندي هي الأولفاكتوري سيلز. الأولفاكتوري سيلز اللي هي البلقاها بتعبر من الميوكوس امبرين ثرو كريبريفورم بلاد، دي الخلية الأولى ودي بنسميها فيرست أوردر نيرون. فيرست أوردر نيرون. First order neuron. Second order neuron are the cells in the olfactory bulb. Are the cells of the olfactory bulb. And axons in these cells passing backward. Olfactory bulb passing backward till they reach لحد ما يصلوا حتة اسمها anterior perforated substance. شفناه. كده؟ قلنا عندي anterior perforated substance. عندي بوستيريور واحده هنا بوستيريور بيفرقهم من بعض الاوبتيك كيازما قدامه اثنين انتيريور اثنين لكن بوستيريور واحده صح؟ قلنا الكلام ده قبل كده اذا الاوبتيك بولد باسنج باكورد از اوبتيك تراكت نو الفاكتوري نتكلم عن الفاكتوري باسنج باكورد از الفاكتوري تراكت الفاكتوري تراكت passing backward till it reach the anterior perforated substance. Here it divide into two lamini. Here it divide the lateral part into medial and lateral. The lateral part goes directly to the olfactory cortex. The lateral part goes directly to the olfactory cortex. The medial part crossing the anterior commissure to the other side. إذا السنس اوف سميل من الرايت سايد بيمشي للكورتكس يمين وشمال مش كده؟ لأنه اللاترال جوز دايركتلي تو الفاكتوري كورتكس والميديال كروسنج تو ذا اذر سايد نفس الكلام هناك اون ذا رايت سايد اللاترال جوز دايركتلي اند ذا ميديال كروسنج تو ذا اذر سايد إذا أي الفاكتوري كورتكس
في اي سيريبرال هيمسفير ريسيفنج سنس فروم بوث اولفاكتوري نيرف الجنبتين اليمين بتستلم من اليمين والشمال والكورتكس الشمال الكورتكس الشمال الشمال بتستلم من النوز اليمين والشمال واضح؟ صعبه دي؟ اذا حيكون عندي فيرست اوردر نيرون نيرف سكند اوردر نيرون فاكتوري بالب ثيرد اوردر نيرون دي كورتكس دي كورتكس انا جبت سيرة صلامس هنا في صلامس جبت سيرة برين ستيم اذا الاولفاكتوري الاول اولفاكشن فروم ذا نوز دايركتلي تو سيريبرال كورتكس ما عندي علاقه بالابصال بالصلامس وما عندي علاقه بالبرين ستيم ده نمره واحد بس كده النيرف بس يا هدى الفاكتوري باث واي هيكون فيه الفاكتوري نيرف الفاكتوري بلب الفاكتوري تراكت اند ميديال اند لاترال ديفيجنز او بيسموه ميديال لاترال ستريا ميديال لاترال ديفيجنز ذا لاترال جو دايركتلي ان ذا سيم سايد اللاترال يمشي دايركتلي ان ذا سيم سايد الميديال كروسنج فروم تو ذا كونترالاترال سايد ريتشنج ذا سيريبرال كورتكس ده اسمه مما بدأنا هنا لحد ما وصلنا الكورتكس الخطوات دي بسميه olfactory pathway this olfact نعم this is the first cranial nerve olfactory as simple as that ما قلنا أي حاجة عن اكسترا كرينيال كورس ولا قلنا اي حاجه عن ما تعرف شنو لانه اتس فيري سمول نيرف من النوز بيخش الكرينيال كافيتي عن طريق الكريبريفون بليت بس ما في حاجه ثانيه الباقي كله جوه الكرينيال كافيتي صح؟ كل الباقي داخل الكرينيال كافيتي ده الفاكتوري نيرف بعده سكند كرينيال نيرف از اوبتيك Second cranial nerve is optic and optic nerve begins from the eye. Optic nerve begins from the eye, from the sensory part of the eye. The eyeball, مقلة العين كلها على بعضها كده مكون من ثلاثة حاجات. مكون من ثلاثة حاجات. Fibrous layer, fibrous part. ده الجزء ده الجزء المسؤول عن الحمايه fibrous part و vascular part الجزء المسؤول من التغذيه blood supply و neural part الجزء المسؤول من الاحساس اذا مقلة العين كلها انا بقدر اقسمها لثلاث حاجات كبيره ثلاث حاجات كبار fibrous part vascular part و neural part النيورال part ده اللي بسميه الريتينا الشبكيه neural part ده اللي انا بسميه ريتينا ريتينا الشبكية. So this is the retina. We could divide نحن نقدر نقسم الريتينا ذاتها بنقسم الريتينا بنقسمها ل to have إذا عندك عينين اليمين عين اليمين تقسم تقسمتها النص هيكون في نص باتجاه التمبورال بارت ونص باتجاه النوز مش كده؟ إذا هقول temporal half و nasal half of retina الريتينا فيها temporal half و nasal half إذن حيكون عندي اللون الأزرق ده temporal part واللون الأحمر ده nasal part بنفس القصة هنا temporal part و nasal part of retina هناك مكتوب temporal وما شيرين جاي صح؟ ده قصدي شنو؟ لما نتكلم عن الريتينا ريتينا الريتينا في روحها الريتينا في نفسها عندها temporal part وعندها nasal part ده الريتينا لكن الريتينا لما تشوف لما تعاين القلم قدامك هناك الحته اللي انت بتشوفها اللي قدام دي بيسميها visual field ده الفيجوال فيلد انا بقسم الفيجوال فيلد ذاته فيجوال فيلد بقسمه للtemporal part ونيزل part اذا بقسم الريتينا حقتي الشبكيه وبقسم الصوره اللي انا بعاين ليها تمام
الريتنا النازل بارت اوف ريتنا مسؤول من استقبال التمبورال بارت اوف فيجوال فيلد. عشان كده هنا كاتبين تمبورال ومؤشرين على منو؟ على النازل. تمبورال بارت اوف فيجوال فيلد، تمبورال بارت اوف فيجوال فيلد، الصوره القاعده بالتمبورال بارت بيستلمها منو؟ النازل بارت اوف ريتنا، بيستلم النازل بارت اوف ريتنا. والنازل بارت اوف تمبورال اوف فيجوال فيلد، نازل بارت اوف فيجوال فيلد، الصوره دي هنا بيستلمها التمبورال بارت اوف ريتنا. اذا انا لما اقول تمبورال ونازل المفروض اكون انا عارف انا بتكلم عن شنو. تمبورال ونازل في الريتنا ولا تمبورال ونازل في الفيجوال فيلد؟ لانهم معكوسين. وقعت الفكره؟ واضح حاجه، ما صعب الكلام ده. ما صعب. مش ده؟ اذا الريتنا عندها نيزل بارت وعندها تمبورال بارت. الفيجوال فيلد فوق الصوره اللي انا بعينيها فوق هناك برضه عندها تمبورال بارت وعندها نيزل بارت. تمبورال بارت اوف فيجوال فيلد جوز تو نيزل بارت اوف ريتنا. نيزل بارت اوف فيجوال فيلد جوز تو ذا تمبورال بارت اوف ريتنا. تمام؟ وضحت؟ طيب خلونا من الفيجوال فيلد نمسك الريتنا في روحها. قلنا انه الريتنا عندها فيجوال، عندها نيزل بارت وتمبورال بارت. تمام؟ لكن الريتنا هي في روحها، الريتنا في نفسها، الريتنا عندها 10 طبقات من الخلايا. لما تاخذها عند الميكروسكوب وتشوفها تلقى فيه 10 طبقات. اي طبقه فيها خلايا محدده. انا ما ادري اقول لكم 10 طبقات ولا حاسالكم منها. ما حقول لكم ولا حاسالكم منها. لكن اللي بيهمني فيها، اللي بيهمني فيها ان الريتنا اول حاجه عندي فيها، ما انا 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 داير اشوف، مش كده؟ فيجن. الفيجن بيعتمد على شنو؟ اساسا بيعتمد على شنو؟ احساس العين بالضوء. صح؟ احساس العين بالضوء. اذا لازم يكون عندي حاجه اسمها فوتو ريسبتر. كده؟ لازم يكون عندي مستقبلات ضوئيه، مستقبلات ضوئيه اسمها فوتو ريسبتورز. عندي تو تايب اوف ريسبتورز اسمهم منو؟ رود اند كونز، العصوي والمخروطي. رود يعني عصايه، يعني شكلها طويل كده زي العصايه. والنوع الثاني شكله مخروطي، شكله مخروط، بسميها رود اند كونز. اذا اول حاجه عندي عشان لما نتكلم عن العين بتستقبل الضوء كيف، اول حاجه عندي لازم يقول لي نمره واحد عندي فوتو ريسبتورز. ده الكلام ده وين؟ ده في الريتنا، ده في الشبكيه، ده في الريتنا. اول حاجه عندي رود اند كونز، ده الريسبتورز. فوتو ريسبتور وعندي نوعين رود اند كونز بيقسمون على حسب شكلهم، عصوي ومخروطي. رود اند كونز. الرود والكونز بيودوني لخلايا ثانيه، نوع ثاني من الخلايا اسمه باي بولر. اول محاضره هنا تكلمنا عن الكلام ده. ايش ده؟ يوني بولر، باي بولر، سودو يوني بولر، مالتي بولر. اول يوم تكلمنا عن الكلام ده. اذا النوع الثاني من الخلايا الفوتو ريسبتورز الرود والكونز حتوديني لخليه ثانيه اسمها باي بولر. الخليه الثانيه دي حتوديني لخليه ثالثه، ده الكلام ده كله جوه الريتنا. حتودينا خلية ثالثة اسمها غانجليون. غانجليونيك سيلز. غانجليون سيل اسمها كده. غانجليون سيلز أو غانجليونيك سيلز. إذا أنا عندي ثلاثة حاجات في الريتنا. مما الضوء دخل العين. نمرة واحد رود أند كونز. نمرة اثنين باي بولر. نمرة ثلاثة غانجليونيك سيلز. اذا حيكون عندي الفيرست اوردر نيرون والسكند اوردر نيرون والثيرد اوردر نيرون، الثلاثه في الريتنا. فيرست اوردر نيرون الرود والكون، سكند اوردر نيرون بايبولر سيلز، ثيرد اوردر نيرون منو؟ غانجليونيك سيلز. Then the axons of غانجليونيك سيلز. احنا الكلام ده كله احنا قاعدين جوا الريتنا. Axon of ganglionic cells leave the eyeball. تطلع من الايبول
forming what is called optic nerve. ده السكند. ده السكند كرانيال نيرف اللي هو ده اللي هو بيبدا من وين؟ بيبدا وهو طالع من العين. بيبدا وهو طالع من العين. ده سكند كرانيال نيرف. السكند كرانيال نيرف هو طالع من العين بيكون شايل معاه فايبرز من الريتنا. نحن قلنا عنه الريتنا مقسومه لنازل بارت وتمبرال بارت صح؟ اذا السكند كرانيال نيرف الاوبتيك نيرف شايل معاه نازل بارت اوف تمبرا اوف ريتنا نازل بارت اوف ريتنا وتم نازل بارت اوف ريتنا وتمبرال بارت اوف ريتنا تمام؟ نتكلم عن الريتنا هنا ما فوق ذاك ما دايره نتكلم عن الشبكيه اذا النيرف ده شايل اكسونز من التمبرال بارت اوف ريتنا ومن النيزل بارت اوف ريتنا تمام؟ ماشيين مع بعض الاثنين في نيرف واحد في نيرف واحد الكلام ده اون بوث سايد باليمين وبالشمال اون ذا رايت اند اون ذا ليفت سايد لحد ما يتلاقوا التو نيرف مع بعض لحد ما يتلاقوا في حته اسمها اوبتيك كيازما اوبتيك كيازما تقاطع تصالب عبور اسمها اوبتيك كيازما اللي بيحصل شنو في الاوبتيك كيازما اللي بيحصل شنو؟ انه التمبورال بارت تمبورال بارت اوف ريتنا باسنج ان تمبورال ان اوبتيك نيرف and لما تصل الاوبتيك كيازما it continues on the same side التمبورال بارت بتاعت العين اليمين التمبورال بارت بتاعت العين اليمين تيجي ماشيه في الاوبتيك نيرف اليمين لحد ما تصل الاوبتيك كيازما تقوم تواصل طوالي بنفس الجهه تواصل بجهه اليمين اذا كله يمين ده التمبورال بارت temporal part of left side تيجي في الليفت اوبتيك نيرف تصل الاوبتيك كيازما وتواصل به الليفت سايد يعني دائما التمبورال بارت ما بتغير اتجاهها دائما التمبورال بارت بالليفت تواصل بالليفت والبالرايت تواصل بالرايت اذا المشكله دي حتكون وين؟ في النيزل بارت النيزل بارت اوف ريتينا تيجي في الاوبتيك نيرف اون ذا سيم سايد لحد ما تصل الكيازما في الكيازما النيزل بارت كروس تو ذا كونترالاترال سايد الجاي من العين اليمين تمشي تعبر تمشي للشمال والجاي من العين الشمال تعبر تمشي لليمين اذا الاوبتيك نيرف الاوبتيك نيرف شايل نيزل وتمبورال فايبرز فروم سنجل اي النيرف يعني مثلا هناك عينه هناك الرايت اوبتيك نيرف الرايت اللي غادي مش كده؟ الرايت اوبتيك نيرف اللي هناك شايل شنو؟ شايل نيزل وتمبورال فايبر من الرايت اي ماشيين مع بعض ده اسمه نيرف لما يتقاطعوا مع بعض كيازما لما تطلع من الكيازما ده بسميه تراكت اوبتيك تراكت ده اوبتيك تراكت الفرق بين التراكت وبين النيرف شنو؟ النيرف شايل من عين واحدة شايل تمبورال ونيزل من عين واحدة الرايت نيرف شايل من الرايت اي والليفت نيرف شايل من الليفت اي دائما النيرف بيكون شايل فايبر من عين واحدة بعد الكيازما بعد التصالب والعبور بعد التقاطع النيزل بارت they change their positions النيزل بارت of retina اذا حيكون عندي بعد التقاطع حيكون عندي الاوبتيك تراك والاوبتيك تراك دائما الاوبتيك تراك بيكون شايل تمبورال فايبر من نفس العين ونيزل فايبر من العين الثانيه دائما الاوبتيك تراك بيكون شايل تمبورال فايبر من نفس العين لان احنا قلنا التمبورال فايبر ما بتقطع صح باي حال من الاحوال التمبورال فايبر ما بتقطع اذا دائما الاوبتيك تراك بتلاقي هو تمبورال فايبر الاوبتيك تراك اليمين بتلاقي هو تمبورال فايبر من العين اليمين ونيزل فايبر من العين الشمال جهه الشمال تلقى الاوبتيك تراك بالشمال الاوبتيك تراك تلقى شايل تمبورال فايبر من العين الشمال ونيزل فايبر من العين اليمين ما صعب الكلام ده شي ده طيب اذا انا عندي فيرست اوردر نيرون في الريتنا فيرست اوردر نيرون اللي هي الرودون كونز سكند اوردر نيرون بايبولر سيلز ثيرد اوردر نيرون جانجليونيك سيلز
اكزون اوف جانجليونيك سيل ليف ذا ريتينا، تطلع من الريتينا عشان تعمل لي اوبتيك نيرف، والاكزون دي ذاتها بتصل الكيازما، وهي ذاتها جزء منها يقطع يقطع النازل كروس تو ذا كونترالاترال سايد والتمبرال كونتينيو ان ذا ايبيسيلاترال سايد بنفس الاتجاه. تمام؟ ده كله بقى عندي اوبتيك تراك، ولسه الحاجات اللي ماشيه منه دي الاكزون اوف جانجليونيك سيل الطالعة من الريتنا، دي كلها اكزون بتاعت خلية عصبية واحدة، ده اكزون واحد بيبدا من الريتنا لحد احنا ماشيين هنا لحد الاوبتيك تراك. الاوبتيك تراك بيمشي طوالي داينكيفالون، بيمشي داينكيفالون، بيمشي بينتهي في الميتا ثالاموس، في الميتا ثالاموس، والميتا ثالاموس فيها اثنين ميديال اند لاترال جينيكيولايد. الاوبتيك تراكت بينتهي في اللاترال جينيكيولايد بودي، الاوبتيك تراكت بيمشي اللاترال جينيكيولايد بودي. احنا كان اتكلمنا عن الداينكيفالون، قلنا اللاترال جينيكيولايد فيجن والميديال جينيكيولايد اوديشن، صح؟ يس. اذا طوال اذا بتنتهي في اللاترال جينيكيولايد بودي، هنا الخليه انتهت، هنا الثيرد اوردر نيرون انتهت لانه وصلت هنا وعمل السينابس انتهت. اذا هتبدا معي منه خليه جديده، هتبدا معي خليه ثانيه. اذا ده اذا لحد هنا انتهينا من فيرست اوردر نيرون، سكند اوردر نيرون، ثيرد اوردر نيرون في الريتنا، رودان كونز، باي بولر سيلز، جينيكليت او جانجليونيك سيلز، يس جانجليونيك سيل في الريتنا لحد ما نصل اللاترال جينيكليت بودي. ده دي نمره اربعه، دي فورس اربعه، فورس اوردر نيرون. And from the fourth order neuron, Malu. Fourth order neuron, third order neuron terminate in with synapse in lateral geniculate body. The cells of lateral geniculate body here that are the fourth order neuron, وتبدأ من اللاترال جينيكيولايد بودي كونتينوينج تو ذا اوكسيبيتال لوب عشان تصل منه السنتر اوف فيجن. سنتر اوف فيجن وين؟ في الاوكسيبيتال لوب، في الاوكسيبيتال لوب. ذن فايبرز باسنج فروم لاترال جينيكيولايد بودي تو اوكسيبيتال لوب اللي هي الفايبرز بتاعت الفورث اوردر نيرون بسميها الاوبتيك راديشن، اوبتيك راديشن. ذن الفيجوال باث واي، فيجوال باث واي، واحد رودان كونز في الريتنا، رودان كونز، اثنين بايبولار سيل، ثلاثه جانجليونيك سيل، جانجليونيك سيل بتديني اوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف بيعمل كيازما، بعد الكيازما بيطلع تراك، والتراك بينتهي في اللاترال جينيكيولايت بودي، من اللاترال جينيكيولايت بودي تطلع فايبرز تمشي الاوكسيبيتال لوب، ودي اسمها اوبتيك راديشن. اذا الاكزونز الفايبر الاكزونز الطالعه من الخلايا العصبيه الموجوده في اللاترال جينيكيولايت بودي، الاكزون بتاعتها دي هي مجموعتها كلها مع بعض انا بسميها اوبتيك راديشن عشان توصل لي السنس اوف فيجن من العين لحد الاوكسيبيتال لوب. ده اسمه فيجوال باثوي، ده فيجوال، ده اوبتيك نيرف يا هدى. لو عايزين نتكلم عن الاوبتيك نيرف بس، اوبتيك نيرف ده اوبتيك نيرف، ده السكند كرانيال نيرف بينتهي لحد هنا من العين من الاي بول لحد الكيازما، ده اوبتيك نيرف. لكن عشان نصل لحد الكورتكس ده اسمه اوبتيك باثوي، كول اوبتيك باثوي، ده السكند منو؟ سكند كرانيال نيرف. لما تكلمنا عن السكند كرانيال نيرف اوبتيك، جبنا سيره برين ستيم، ما في برين ستيم هنا، لكن جبنا سيره منو؟ ثالاموس او داينكيفالون كده، ثالاموس. اذا بتمشي للميتا ثالاموس، اوبتيك راديشن تمشي ليه؟ تطلع من الميتا ثالاموس، من اللاترال جينيكيولايت بودي. طيب then third cranial nerve is oculomotor. Third cranial nerve is
oculomotor. An oculomotor nerve. هنا بعد ده هنقول الكلام اللي عايزين نقوله. Oculomotor nerve is the first nerve that begins from brain stem. إذن هيكون عندي نيوكلياي in brain stem. كلام اللي أنا كنت بقول فيه من قبل ده. نيوكلياي in brain stem. إذن واحد قلنا لما تتكلم عن أي cranial nerve لازم تكون عارف النيوكلياي functional component exit كسر cranial كورس target organs صح؟ طيب نيوكلياي مرسومين هناك ودي لك هذا حصل من هنا بدون ما أشير لهم قولوا لي الكلام أنا قلت قبل بس قبل ساعة أو قبل ساعة ونص ها نعم في البرين ستيم وين في البرين ستيم في الميد برين وات ار ذا نيوكلياي اساميهم شنو النيوكلياي حقت يساميهم شنو نيوكلياس اوكيلوموتر نيرف او اوكيلوموتر نيوكلياس ودي بتدي سوماتيك للمصب الثانيه ادينجر ويسفال ادينجر ويسفال ودي بتدي باراسمباثيك دي بتدي باراسمباثيك اذا لما نتكلم عن الاوكيلوموتر نيرف هيكون عندي اوكيلوموتر نيوكليوس وادنجر ويسفال بيطلعوا معايا ذوز فايبرز الاثنين مع بعض السوماتيك والباراسمباثيك السوماتيك والباراسمباثيك الاثنين مع بعض بيطلعوا اون ذا انتيريور بارت اوف ميد برين في الانتر بيدنكولار فوسا تذكروا الكلام ده بيطلعوا انتيريورلي ذيس فايبر باسنج فورورد الاثنين الفايبر طالع من الاوكيلوموتر نيوكليوس والفايبر طالع من الانجر واسفال البارازمبثيك بيطلعوا مع بعض in the anterior part in the interbedenkular fossa and they go forward من الميد برين the fibers passing from mid brain enter the orbit تدخل وين؟ الاوربت الاوربت اللي هي شنو؟ يعني شنو اوربت؟ الحته اللي قاعده فيها العين دي وش العين؟ طلع العين برا الحته دي من البون التجويف ده اسمه اوربت ده اسمه اوربت اذا العصب النيرف لازم يخش الاوربت بيخش الاوربت يخش الاوربت سبلاينج داخل الاوربت تلقى فيه الاي بول في الاي بول قاعده كده ومع الاي بول برا فيه ماسلز في عضلات اسمها اكسترا اوكيولار ماسل اسمها اكسترا اوكيولار مصل دي اوكيلوموتر نيرف اسمه اوكيلوموتر اسمه محرك العين انت عشان تحرك العين محتاج تغذيه عصبيه للعضلات دي اذا الاوكيلوموتر نيرف بغذي الاكسترا اوكيلر مصل الاكسترا اوكيلر مصل كم عضله؟ 6 عضلات اكسترا اوكيلر مصل 6 عضلات 4 ريكتس و2 اوبليك 4 ريكتس العين حيكون عندك دي عينين اليمين عينين الشمال اذا حيكون عندي superior rectus فوق inferior rectus تحت medial rectus ولاترال rectus ده كم؟ 4 عندي 4 ريكتس وعندي superior oblique فوق وinferior oblique تحت اذا الاكسترا اوكيلر muscles 6 عضلات 4 ريكتس و2 اوبليك superior rectus inferior rectus medial rectus lateral rectus السبيريور rectus هتعمل شنو؟ عضلة قاعدة فوق superior rectus هتعمل شنو؟ بترفع العين ليه فوق superior rectus لما تحرك ترفع العين ليه فوق بتخلي سواد العين تمشي ليه فوق بيخليك تعاين ليه فوق superior rectus ترفع ليه فوق inferior rectus بتجر لتحت medial rectus بتجر medially بتخلي العين تمشي على النوز medial rectus بتحرك العين medial lateral rectus بتحرك العين lateral superior oblique superior oblique الoblique المايلة الفوق superior oblique بتخلي العين تعاين لتحت ولبرا downward and lateral يعني لو حركت superior oblique عينك هتجي هنا
downward and lateral. لو حركت الانفيريور اوبليك عينك حتمشي لفوق ولبرا، حتمشي upward and lateral. اذا الاوبليك الاثنين، الاوبليك الاثنين بيودوا lateral، لكن عكس يسمون السبيريور بتنزلك تحت والانفيريور بترفع فوق، عكس اساميهم. تمام؟ superior oblique downward and lateral، inferior oblique upward and lateral. هدينا كويسين عشان نقدر نقول ان الاوكيوموتور نيرف لحد ما دخلناه جوا الاوربت ولقينا الاوربت فيها ست عضلات، عشان نقدر اقول انه الاوكيوموتور نيرف بيغذي كل الاكسترا اوكيولار ماسلز ما عدا عضلتين، ما عدا عضلتين، في عضلتين اللي هم اللاترال ريكتس والسبيريور اوبليك. دل ما معي، دل طلعهم برا، طلع اللاترال ريكتس، واحده من الريكتس واحده من الاوبليك، لاترال ريكتس وسبيريور اوبليك، لاترال ريكتس وسبيريور اوبليك، دل طلعهم برا. الاربعه الباقيين، الثلاثه ريكتس الباقيين والاوبليك الواحده اللي فضلت لي، الاربعه دل بغذيهم الاوكيوموتور نيرف. اذا الاوكيوموتور نيرف الفايبرز الطالعه، اوكيلوموتر نير الفايبرز الطالعه من الاوكيلوموتر نيوكليوس فوق وماشيه طوالي لحد ما تخش جوا الاوربت. الفايبرز دي مسؤوله من تغذيه، من التغذيه الاكسترا اوكيلر ماسلز كلهم ما عدا اثنين، ما عدا اثنين، لاتر ريكتس اند سبيريور اوبليك. دي الفايبر الاولى. الفايبر الطالعه من وين؟ الفايبر طالعه من الاوكيوموتور نيوكليوس، دي الجنرال سوماتيك افرين. دي الفايبر طالعه من الاوكيوموتور نيوكليوس. الفايبر الثانيه الطالعه من ايدنجر واسفال، الفايبرز الثانيه اللي هي طالعه من منو؟ من ايدنجر واسفال، اللي هي دي حتكون شنو؟ بارا سمباثيك، اللي هي دي البارا سمباثيك فايبر. ايدنجر واسفال معناها بارا سمباثيك. اذا دي فايبرز الرسمين منقطه دي، the fibers that coming out of Edinger Westphal nucleus which carry parasympathetic fiber pass with oculomotor nerve. تيجي ماشي مع الاوكيلوموتر نيرف نفسه بيروحوا، تيجي pass with oculomotor nerve enter the orbit. parasympathetic fiber هتغذي المصل، هتغذي سكيلت المصل، ما اظن كده. So this parasympathetic fiber pass to a ganglion that located inside the orbit called ciliary ganglion. Then they call it ciliary ganglion. And from this ganglion, the fibers passing to the pupil, supplying the pupil, حدقة العين. حدقة العين بتوسع وبتضيق، صح؟ حدقة البيوبيل بتوسع وبتضيق. ما دام بتوسع معناها في عضله بتوسعها، ما دام بتضيق معناها في عضله بتضيقها. اذا حيكون عندي تو تايب في مصل، كونستريكتور اند دايليتر، كونستريكت اند دايليتر بابيلي، كونستريكتور بابيلي مصل اند دايليتر بابيلي مصل، كونستريكتور اند دايليتر. الباراسمباثيتيك، الباراسمباثيتيك مسؤوله من الكونستريكشن. الباراسمباثيتيك اللي هي جايه من الدنجر واسفال بتمشي تخش العين جوا عشان تغذي سموث مصل، العضلات السموث مصل القاعده في البيوبيل، والسموث مصل في البيوبيل نوعين، اما كونستريكت او دايليت. الباراسمباثيتيك مسؤوله من الكونستريكشن. عشان كده المره اللي فاتت قلنا انت لو جيت ولعت الازول بطاريه في عينه طوال عين بيحصل شنو؟ بتضيق. اذا 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 هنا بيتحرك منه؟ بيتحرك بيتحرك الكونستريكتور بابلي مصل، واللي بيغذيها الباراسمباثيك، اللي بيغذيها الباراسمباثيك الجايين من الايدنجر ويسفال مرورا بالجانجليا، مرورا بالجانجليا. اذا الفايبرز طالعه من ايدنجر ويسفال لحد ما تصل الجانجليا، لحد الجانجليا دي بسميها بري جانجليونيك باراسمباثيك فايبر، بري جانجليونيك باراسمباثيك فايبر. ومن الجانجليا وانت ماشي على 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 الكونستريكتور بابيلي مصل دي هتبقى باراسمباثيك او بوست جانجليونيك باراسمباثيك فايبر سبلاينج الكونستريكتور بابيلي.
واضح الكلام ده؟ ما صعب مش كده؟ ما صعب مفهوم؟ نمشي؟ اوكي. دي الصوره بتاع دي الصوره بتاعت انت لما تولع لهذول بطاريه في عينه اللي بيحصل شنو؟ ده الكلام ده الساينس دي الحاجه العلميه اللي فيها ده الساينس هو ده ريفلكس اسمه لايت ريفلكس اسمه لايت ريفلكس لايت ريفلكس ما دام هو ريفلكس معناه عندي افرنت وافرنت عندي سنسوري وعندي موتور معناها لازم انا يكون في سنس اوف سمثينج لازم احس بحاجه عشان استجابه لها يكون في موتور ما دام هو لايت ريفلكس معناها انا ححس شنو؟ ضوء عشان كده قلت لك لما تولع زول بطاريه بتولع زول بطاريه في عينه بتشوف انه العين ضاقت مش كده؟ اذا سنس اوف لايت لكن اي لايت اي احساس بتاع لايت لازم يمر بثلاث لازم يمر عن طريق الفيجوال باس واي لانه عندي هنا في الريتنا حيكون عندي الحاجات الثلاثه اللي قلناها رودان كونز باي بولر جانجليونيك سيل جانجليونيك سيل بتمشي بتيجي تعمل تيجي تعمل شنو؟ تعمل شنو؟ اوبتيك نيرف تعمل اوبتيك نيرف والاوبتيك نيرف بيعمل لك ديكوزيشن اوبتيك كيازما ومن الاوبتيك كيازما بيطلع بعد ذاك الاوبتيك تراك والاوبتيك تراك بيجي طوال لحد اللاترال جينيكيوليت بودي لحد اللاترال جينيكيوليت بودي فايبرز ذير از سم فايبرز فروم ذا لاترال جينيكيوليت بودي فايبرز فروم لاترال جينيكيوليت بودي جو دايركتلي من الصلامس من اللاترال جينيكيوليت بودي تعمل كونكشن مع منو؟ اون ذا سيم سايد تعمل كونكشن مع منو؟ السبيريور كوليكولاس لان احنا قلنا السبيريور كوليكولاس هي ما جزء من الباس واي هي جزء من الفيجوال ريفلكس كده اذا هنا عشان يكون عندي ريفلكس لازم اشيل فايبر الشايله اللايت دي لازم اوصلها من اللاترال جينيكيوليت بودي للسبيريور كوليكولاس في الميد برين اوصلها السبيريور كوليكولاس في الميد برين السبيريور كوليكولاس بيجيني وصلت فايبرز للسبير كوليكولاس الناس دي هنا راسمين الفايبر جاي من الكورتكس which is wrong الكلام ده ما صح راسمين انه الفايبرز جاي من الكورتكس no that is not true الفايبر بتيجي من اللاترال جينيكيوليت بودي دايركتلي from the lateral جينيكيوليت بودي دايركتلي to the superior كوليكولاس تمشي للسبير كوليكولاس من ده on the same side lateral جينيكيوليت بودي on the right side بيرسل فايبرز للسبير كوليكولاس on the right side سبير كوليكولاس sending سبير كوليكولاس sending شنو sending fibers to Edinger Westphal nucleus on both sides سبير كوليكولاس sending fibers to the Edinger Westphal nucleus on the right and on the left سبير كوليكولاس تمشي to the right and left الجنبتين يعني انت لما تاثر انت لما تولع نور في عينه في العين اليمين الفايبر بتمشي طوال لحد ما تصل عن طريق الفيجوال باس واي العادي لحد ما تصل اللاترال جينيكيوليت فروم لاترال جينيكيوليت ذيس فايبرز كونكتنج تعمل هي بتواصل سريعه لكن لازم ترسم كونكشن لازم يكون في كونكشن بين اللاترال جينيكيوليت بودي والسبيريور كوليكولاس اون ذا سيم سايد بنفس الجهه من السبيريور كوليكولاس فايبرز تمشي تو ادنجر ويستفال اون بوث سايد and Edinger Westphal sending parasympathetic to new to ciliary ganglion and from ciliary ganglion to constrictor papillae muscle عشان تعمل constrict يعني انت لما تولع لهذول بطاريه في عينه ولعت البطاريه انت طوال بتشوف انه العين ضاقت لكن من ولعت البطاريه لحد ما العين ضاقت في جوطه كثيره حصلت في كلام كثير بيحصل جوا لحد ما يحصل الكونستريكشن ده اسمه لايت ريفلكس لايت رودان كونز باي بولر سيل جانجليونيك سيل اوبتيك نيرف اوبتيك كيازما اوبتيك تراكت
let the nucleic body طوالي connection with the periculicus on the same side. لازم تقولي دي، لازم تكون فاهم الحاجة في راسك. Spiriculiculus on the same side بنفس المكان. Then from spiriculiculus from spiriculiculus sending fiber to Edinger Westphal on both sides. اليمين والشمال. On both sides. Edinger Westphal sending parasympathetic fiber on both sides. to cellular ganglion pre-ganglionic parasympathetic fiber لحد الجانجليا من الجانجليا تطلع بوست ganglionic parasympathetic fiber لحد ما تصل الكونستريكتور كابيلي مصر. إذن أنا أقدر أقول أنه أنت لو ولعت ليزول بطارية في عين واحدة العينين بيضيقن الاثنين صح؟ الاثنين. يلا في حالة زي دي أنت لو ولعت البطارية في العين اليمين العين اليمين ضاقت دي بسميها دايركت صح؟ دي بسميها دايركت. انت 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 اثرت عليها وحصل فيها ريفلكس دي بسميها دايركت لايت ريفلكس دايركت. لما تنور البطاريه في العين اليمين والعين الشمال تضيق معاك دي بسميها اندايركت او بسميها كونسنشوال فيري جود بسميها اندايركت او بسميها كونسنشوال لايت ريفلكس. إذا أنت عشان تعرف يعني شنو لايت ريفلكس لازم تربط لي الأوبتيك نيرف مع الأوكيلوموتر لأنه سنسوري وموتور. السنس الأفرنت فايبر بالأوبتيك نيرف والإفرنت فايبر بالأوكيلوموتر. أفرنت وإفرنت فايبر. الأفرنت فايبر بالأوبتيك والإفرنت فايبر بالأوكيلوموتر تحديدا بالباراسمبتيك فايبر اوف اوكيلوموتر نير. ده الثالث ده الاوكيلوموتر نير والله يتريفلكس معاه طوالي مع بعض اوكيلوموتر نير والله يتريفلكس. نمره اربعه منو؟ تروكليا. تروكليا نمره اربعه. تروكليا تروكليا عنده كم نيوكليوس؟ بلقاو in each part of brain stem. بلقاو في الميد برين. عنده نيوكليوس واحدة. اسمها عنده نيوكليوس واحدة. نيوكليوس اوف تروكليار نيرف. بلقاها في الميد برين على مستوى انفيريكوليكولوس. بلقاها تحت كده على مستوى انفيريكوليكولوس. And the fibers of this trochlear nucleus, the fibers الطالعة من التروكليار نيوكليوس passing backward زي ما قلنا. passing backward اللي هي دي لان الاسود ده passing backward and leave the midbrain on its dorsal aspect on its posterior aspect بتطلع من الميد برين بورا just اول ما طلعت من الميد برين طوالي اديك وزيت اول ما طلعت من الميد برين اديك وزيت باليمين تمشي شمال والبالشمال تمشي يمين. اذا الرايت تروكليار نيرف سبلاينج ذا ليفت اي النيرف الطالع من الجنب اليمين بيلف دورة عشان يجي يغذي العين الشمال والطالع من الجنب من البرين بجنب الشمال يلف دورة عشان يجي يغذي العين اليمين تمام. ليه؟ لانه في ضيق الزشن هنا. الطالع من اليمين امشي فوق امشي شويه ده مش كان نمره ثلاثه من اليمين جه طوالي للعين اليمين بالشمال مش طوال للعين الشمال ما في تغيير في الاتجاهات. ده الاوكيلوموتر دي نمره ثلاثه. طيب اذا ده اربعه قلب اليمين اذا كان ماشي ورا ولا قدام لكن ما ماشي من اليمين لليمين او من الشمال للشمال. من اليمين بيعمل كروس بيقطع عشان يجي بالجنب الثانيه. اذا العصب اللي باليمين بيغذي العين الشمال والعصب اللي بالشمال بيغذي العين اليمين صح؟ مفهوم؟ نمشي. طيب then these axons passing around the midbrain بتلف وما طلعت بورا مفروض توصل العين. ده الميدبرين دي العين مفروض توصل العين. اذا passing around the midbrain and going forward تطلع من ورا وتلف حول الميدبرين وتمشي لقدام طوال لحد ما تخش الاوربت قول الحته دي اسمها اوربت كده لحد ما تخش الاوربت
فشله الارم بتحتاج ده اكسترا اوكيلر ماسلز. الاكسترا اوكيلر ماسلز اصلا العصبه الثالث الاوكيلوموتر حاجزهم كلهم، حاجز 4 من 6 كده. يقولوا الراجل محلت له 4 صح؟ ده عمل شنو؟ ده شال 4، الاوكيلوموتر نيرف شال 4، فاضل عضلتين. يجي التروكليا يشيل واحده منهم، تروكليا بيشيل واحده اللي هي اسمها سبيريور اوبليك، اسمها سبيريور اوبليك. شنو؟ ها؟ لا هنا هنا ده ما كان زمان هنا. Superior Oblique 4. العصب ده نمرة كم؟ ده العصب نمرة كم؟ التروكلي العصب نمرة كم؟ نمرة 4. إذا السبيريور أوبليك بغذية العصب الرابع. السبيريور أوبليك بغذية منو؟ العصب الرابع اللي هي دي. تمام؟ بس ده نمرة 4، ما عندنا فيه حاجة ثانية. بعد 4 بيجي كم؟ 5، اللي هو اسمه تراي جيمينال. يعني شو تراي جيمينال بالعربي؟ بالعربي تراي جيمينال يعني شنو؟ تراي 3، جيمينال مينز كلمة جيمينال يعني شنو؟ توليد، مولد، يعني العصب ده حيولد 3 أولاد. تراي جيمينال العصب ده بعدين حيطلع لي من اسمه كده، اسمه كده، اسمه أبو الثلاثة، اسمه كده، اسمه أبو الثلاثة، اسمه تراي جيمينال، تراي جيمينال نيرف. أند تراي جيمينال نيرف هو نيرف نمرة 5. ما احنا قلت عندي 1 و2 بعيد من البرين ستيم، 3 و4 في الميد برين، جينا 5. 5 معناها 5 معناها احنا ده هو العصب في البونز، ده هو العصب في البونز. طيب تراي جيمينال نيوكلياي، نيوكلياي يا سلام عليك 4، الله يريحني شديد يا اخي. اها 4 4 تراي جيمينال ميزنسيفليك نيوكليوس اوف تراي جيمينال نيرف 3 سنسوري. اديني اسامي، كلامك صح، اديني اسامي. ميزنسيفليك نيوكليوس، سباينال نيوكليوس، مين سنسوري نيوكليوس. ميزنسيفليك نيوكليوس في البرين، في الميد برين، سباينال نيوكليوس في المظله لحد الابر بارت سباينال كورد، ومين سنسوري في البونز. ده الثلاثة سنسوري معاهم واحدة رابعة موتور، اسمها شنو؟ موتور نيوكليوس تراي جيمينال نيرف، اسمها موتور نيوكليوس اوف تراي جيمينال نيرف. اذا تراي جيمينال نيرف عنده 4، ما دام هم 4 نيوكلياي، هم 4 نيوكلياي فيهم 3 سنسوري، 3 سنسوري واحدة موتور. اذا المفروض انا لما اتكلم عن الطريق من النيرف اتكلم عن السنسوري براو واتكلم عن الموتر براو، صح؟ الموتور نبدا بالحاجه الصغيره البسيطه. الموتور موتور فايبرز اوف تراي من النيرف، دي موتور فايبرز اوف تراي من النيرف تيكس اوريجين، بتبدا من تبدا المنشا بتاع النيوكليوس حقتها اللي هي الموتور نيوكليوس اوف تراي من النيرف في البونز، ان دي بونز. All the fibers كل الفايبرز leaving تطلع من البونز on it is anterior lateral aspect. ده النيرف الوحيد اللي من البونز اللي بيطلع فوق، الباقيين كلهم بيطلعوا من البونز to medullary junction، صح؟ هو واحد بس اللي بيطلع من فوق، الباقيين كلهم بيطلعوا من تحت. The motor fiber قلنا trigeminal nerve بيتقسم لثلاثة، لأنه بيسموه مولد الثلاثة، بيسميه أبو الثلاثة. الأول اسمه ophthalmic والثاني ماكزيلري. الاول اسمه اوبثالميك والثاني اسمه ماكزيلري والثالث اسمه مانديبولر.
تلقوهم مكتوبين كده في الكتب. دي كده معناها كم؟ دي خمسة، ده العصب الخامس صح؟ ده العصب الخامس. زين، خمسة واحد معناها ده الولد الأول من العصب الخامس، الولد الأول من العصب الخامس، الولد الأول من العصب الخامس معناته منو؟ الصالمك. الولد الثاني ماجدري، الولد الثالث المانديبلر. إذن لو لقيت مكتوبة V1 V V1 دي معناها قصدي بها الصالمك، V2 ماجزيلري، V3 مانديبولار. إذن الموتور فايبر، دي موتور فايبر الطالعة من الموتور نيوكليوس في رقم النير، بتمشي مع V3، تمشي مع الولد الثالث صغير، تمشي مع الأخير آخر واحد، تمشي مع المانديبولار نيرف. ليه؟ لأن إحنا عارفين من الجي آي تي زمان أن المانديبولار نيرف هو المسؤول من الانرفيشن اوف ماسل اوف ماستيكيشن، واحده من الفور سبيشال جروب، واحده من الاربع مجموعات العضليه المميزه الخاصه اللي هم ماستيكيشن اكسبريشن فارينكس لارينكس، اربعه جروب مش كده؟ ده واحد منهم، ده الواحد منهم. زين ذوز ماسل ذوز the motor fiber passing from motor nucleus of oculomotor nerve through mandibular division to supply muscle of mastication this is the motor fiber. Sensory fiber taking general somatic afferent. General somatic afferent means general sense, touch, temperature, بين الى اخره، تمام؟ General sense. So these three nerve ophthalmic, maxillary and mandibular taking sensory supply from the face and part of the scalp من الوجه وجزء من الscalp، جزء from the scalp. So ophthalmic فوق زد ophthalmic maxillary and mandibular ophthalmic has its own branches. الophthalmic ذاته بده branches frontal lacrimal nasillary، ما ادري اخش في التفاصيل دي انا، لكن الophthalmic ذاته عنده branches، المaxillary عنده branches، والمانديبولر اجين عنده its own branches. لكن اللي بيهمني انه الترايجيمينال ذاته بتقسم الى ثلاثه. الترايجيمينال اول ما يطلع من البونز يمشي لاترال، بيكون عنده جانجليا كبيره فيري لارج جانجليا اسمها ترايجيمينال جانجليا. من الترايجيمينال جانجليا هي اللي بتطلع الثلاثه ديل، دي الجانجليا ترايجيمينال جانجليا. والجانجليا الاوبسالميك والماكزيلري والمانديبولر بيطلعوا من الثلاثة، بيطلعوا من الجانجليا، الثلاثة بيطلعوا من from the trigeminal ganglia. إذن ده الأوبثالميك، ده الماكزيلري، ده المانديبولر. أي واحد فيهم بيشيل 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 سنسيشن من وين؟ الاوبثالميك، الاوبثالميك مسؤول من السنسوري اوف فيس اوف سكين، سنسوري اوف سكين اند ميوكوس امبرين، الاحساس و بتاع السكين والميوكوس امبرين. من وين؟ من اللاترال انجل اوف اي، من الزاويه حقت العين وانت ماشي لفوق، من الزاويه حقت العين from the lateral angle of eye وانت ماشي لفوق لحد نص الشعر هنا، ده منو؟ ده الاوبثالميك. السكين سكين والميوكوس امبرين، سكين اند ميوكوس امبرين. ميوكوس امبرين يعني شنو؟ يعني انا قلت من اللاترال انجل صح؟ لاترال انجل معناها الجفن الفوق والجفن التحت ما واحد، لانه انت لما تقسم كده من اللاترال انجل الجفن الفوق حيكون مع العصب الفوق والجفن التحت حيكون مع العصب التحت. اذا from the lateral angle of eye الابر ايليد
الابر ايليد والسكين فروم ذا انجل اوف اي لحد ذا ميد اوف هير لحد نص المنطقه دي بغذيها الابصال مكنير. اذا من هنا وانت ماشي لفوق دي بغذيها الابصال مكنير. النيرف اللي بعده ماكزيلري، والماكزيلري بغذي السكين والميوكوس امبرين فروم ذا لاترال انجل اوف اي تو ذا لاترال انجل اوف ماوس، من زاوية العين لزاوية الفم، من زاوية العين لزاوية الفم، المنطقة دي. إذن أنا أقدر أقول أنه اللور آيليد، الجفن الأسفل والشفة العليا، الجفن الأسفل والشفة العليا بغذيهم منو؟ الماكزيلري. الجفن الأسفل والشفة العليا، لأن أنا قلت من ركن العين لركن الفم، ما دام شلت من الركن معناها شلت الشفة الفوق معاك، الشفة تحت معاك. مش كده؟ إذا from the angle of eye to the angle of mouth، ده منو؟ ده ماكزيلري. From the angle of mouth لحد angle of mandible. المانجل مش عنده حاجة اسمها angle of mandible، angle دي. From angle of mouth لحد انجل اوف مانديبل، المنطقه دي بغذيها مانديبولر نيرف، بغذيها مانديبولر نيرف. اذن الترايجمينال نيرف هو في نفسه وفي روحه مسؤول من سنسوري وموتور. موتور المصل اوف ماستيكيشن، سنسوري بثلاثه حاجات بنقسم الوجده، نقسمه لثلاثه. تبدا من فوق من الانجل اوف اي لحد منتصف الشعر، من الانجل اوف اي لحد منتصف الشعر لحد هنا، لانه النص الورم من الشعر ما تبعه، ده عصب ثاني، ده شغل عصب ثاني، لحد منتصف الشعر هنا. من الانجل اوف اي لحد الانجل اوف ده اوبسالميك، من الانجل اوف اي لحد الانجل اوف ماوس ده ماكزيلري، من الانجل اوف ماوس لحد الانجل اوف مانديبل ده مانديبل. ده في روحه، ده الترايجمينال نيرف في روحه سنسوري، هو في روحه موتور وسنسوري بس، ما في حاجه ثانيه، ما في مشكله، فيري سيمبل. لكن الترايجمينال نيرف مشكلته ارتباط الترايجمينال نيرف مع الباراسمبثيك سيستم، دي حنجي لها قدام. لكن هسه الان لحد هنا الترايجمينال نيرف هو في روحه براوه كده، مفهوم؟ هو في نفسه موتور وسنسوري، ما صعب. ده منو؟ ابديوسنت. هم كم نيرف؟ هم كم نيرف كلهم؟ 12. نحن وصلنا نمرة 6، ما شاء الله ماشيين كويس، مش كده؟ ماشيين كويس، وباقي لي فاهميني يعني، ما الناس ماشية كويس. اوكي تمام. إذا العصب نمرة 6 اللي هو الابديوسنت، عصب نمرة 6 ابديوسنت، يعني شنو ابديوسنت؟ ابدكشن. ابدكشن يعني شنو ابدكشن؟ ابعاد، مش كده؟ ابعاد. والابديوسنت، الابديوسنت نير ما هو كرانيال نير، اذا لازم يكون عنده اوريجين من اوريجين فروم من البونز، من البونز فروم النيوكليوس، بيطلع من نيوكليوس في البونز، اسمها شنو؟ اسمها نيوكليوس اوف ابديوسنت نير، نيوكليوس اوف ابديوسنت نير، نيوكليوس اوف ابديوسنت نير. في روحها قاعده كويس في امانه الله، ما عندها مشكلة، لكن 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 بيجي واحد بايخ اسمه فيشيال، مش كده؟ في واحد اسمه فيشيال بيقوم، لا لازم يجي واحد يقول شنو؟ يلف حواليها. إذا الابديوسنت نيوكليوس هي براها ما عندها مشكلة، لكن الابديوسنت نيوكليوس إذا هاز فيري كلوز ريليشن ويز فايبرز اوف فيشيال نيرف فورمينج وات از كول فيشيال كوليكيولاس، فيشيال كوليكيولاس. فايبرز اوف ابديوسنت نيرف، فايبرز الطالعة من الابديوسنت نيوكليوس passing forward leave the bones، تطلع من البونز في اللور بارت اوف بونز على مستوى البون تو ميدلري جنكشن، دي البونز. النيرف تطلع تحت في الحته بتاعت التقاء منو؟ البونز مع المدله، سميناها بون تو ميدلري جنكشن، and this fiber passing forward till it reach منو؟
لحد ما تخش وين؟ الاوربت، بتلقى اكسترا اوكيلر ماسلز. اصلا فاضل ليه عضله واحده؟ اصلا فاضل لاترال ريكتس، لاترال ريكتس، سوبيريور انفيريور ميديال ريكتس. سوبيريور ريكتس بيجر لفوق، انفيريور ريكتس بيجر لتحت، ميديال ريكتس بيجر لجوه، لاترال ريكتس بيجر لبرا. عشان كده اسمه، عشان كده النيرف اسمه، عشان كده اسمه ابيوسن، عشان كده النيرف اسمه ابيوسن، لانه بيخلي بيحرك العين لبرا، عشان كده النيرف اسمه ابيوسن. بس ده هنا ما في اي حاجه ثانيه. ده نمره سته، ده نمره سته. نمره سبعه منو؟ الفيشيا. وانا افضل انه نمره سبعه ده نبداه الصباح. انا افضل انه احنا نمره سبعه ده نبداه الصباح.